ها الجمهور على ان القزع مكروه اكذلك؟ نعم. ما هو الصارف سيدي بارك الله فيك؟ الصرف فقط الذي أعلمه هو كونه من الآداب. كونه من الآداب؟ لأن بعض العلماء يقاعدون قاعدة أن ما كان في الآداب أو في الفضائل يكون الأمر فيه للاستحباب. مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضل أمر. هل هو أمر وجوب أو أمر استحباب؟ نعم نعم. بعضهم يقول كذا الحديث إذا كانت في هذه ليست قاعدة مضطردة ولا فيها نزاع أيضا، لكن بعض العلماء يسلك هذا المسلك، يقول إذا كان الأمر في الآداب أو في الفضائل فالأمر في الاستحباب إلا بقرينة تقويه، وإذا كان النهي كذلك في الآداب أو في يكون لكن ليست مضطردة وليس عليها إجماع. هذا الذي أعلمه فقط.